نريد شبابا معتزا بلغته التي كانت يوما ما لغة الثقافة. وبها كتب ابن رشد مؤلفاته. ابن رشد الذي ساد عصره حيث كان طلبة سوربون في باريس يسألون بعضهم بعضا لمعرفة موقف الخصم قبل بدء أي مناقشة، هل أنت من مع ابن رشد أو ضده، ليحدد موقفه من خصمه. كان ألبير لوغران العالم الكبير في تاريخ النهضة الأوروبية الفلسفية والعلمية. كان ألبير لوغران هذا تلميذا، يعتبر نفسه تلميذا من تلامذة الفلاسفة والعلماء المسلمين. ولقد كان كتاب ابن سينا القانون في الطب يدرس في جامعة لوفان ببلجيكا حتى سنة 1909 نعم. ولننظر لدى عصابة تل أبيب نفسها، إنها تستعمل اليوم اللغة العبرانية في تدريس جميع العلوم، وعندما تعوزها كلمات حديثة للتعبير عن تصورات ومفاهيم حديثة، إلى ماذا تعمد للتعبير عن هذه المفاهيم الجديدة؟ إلى ماذا تلجأ؟ تلجأ إلى اللغة العربية. فشمل النظر لأنه وطني، درس باللغة الوطنية وتحدث باللغة الوطنية، رغم أنه يوجد 9 لغات أخرى، ولكنه لا تجدنه أبدا يتكلم بلغة أجنبية إلا مع الأجانب. ويرد، يقوم برد فعل لكل من يريد أن يضعنا في اختيار إما إعادة الاعتبار اللغة العربية، ومعنى هذا إهمال اللغات الأجنبية، أو يعني استعارة اللغات الأجنبية للتعويض عن اللغة العربية. هذا التفكير كان مرفوض لأنه في الواقع غير صحيح. في الإمكان إعادة الاعتبار اللغة العربية كلغة جامعة، كلغة حضارة لكل الجزائريين، والانفتاح على اللغات الأجنبية.